رغم حبه الشديد للتمثيل، إلا أن حسن عبدين قرر التخلي عن فنه بعدما تعرض لموقف محرج في المدينة المنورة. قرر حسن عبدين اعتزال الفن بعدما تم طرده من قبر الرسول، ولكنه تراجع عن قراره بسبب الشيخ محمد متولي الشعراوي. بدأت الأزمة عندما سافر عبدين لأداء مناسك العمرة، وأثناء زيارته رغب في زيارة قبر الرسول عليه السلام، لكن حدث موقف غريب منعه من الزيارة، إذ تعرف عليه أحد حراس القبر وطلبه بالابتعاد عن القبر فورا لأنه ممثل ولا يليق أن يكون في هذا المكان. تأثر عبدين بكلام الحارس جدا وذهب باكيا ولم يتمكن من زيارة القبر، وتسبب هذا الموقف في حزن عميق لدى عبدين، ثم قرر الاعتزال عن الفن نهائيا. وأخبر الفنان محمد نجم بتركه لمسرحية عش المجانين، وطلب منه أن يبحث عن بديل له، مؤكدا أن قراره نهائي لا رجعة فيه. بعد ذلك ظل عبدين فترة طويلة في عزلة تامة، وعانى من الاكتئاب، فلم يخرج من غرفته إلا للصلاة، حتى أقنعه صديق عمره الفنان إبراهيم الشامي بالذهاب إلى الشيخ الشعراوي. استمع عبدين بالفعل لنصيحة صديقه وذهب لمقابلة الشيخ الشعراوي، فتفاجأ بأنه يعرفه، وفرح عندما علم أن الشعراوي شاهد بعض أعماله. وبعدما جلس عبدين ليروي له ما حدث عند قبر الرسول، طلب الشيخ الشعراوي منه أن يتراجع عن قراره وأن يركز على تقديم الفن الهادف ليتراجع عن اعتزاله. وبالفعل عاد عبدين للفن مرة أخرى وقرر تقديم برامج دينية وأعمال هادفة، كان أبرزها برنامج نور الهدى. شاركنا، ما رأيك فيما فعله الشيخ الشعراوي مع حسن عبدين؟